Beni Wolf. Der Wolf wollte sie gerade essen, als er فدخل يده له فوجد شيئا عجيبا. لقد وجد قبرا مكتوبا عليه: هذا قبر كلب له خبر عجيب. فمن اراد ان يعرف خبره فليذهب الى قريه كذا فان فيها من يخبره. فسال الرجل عن القريه فدلوه عليها، فذهب اليها وسال اهلها فدلوه على شيخ كبير في السن، فدخل وسلم عليه وسأله عن خبر هذا.